الأولى على العالي. اضطراب الرهاب الاجتماعي منا حالة خجل وبس، هي حالة قلقية بتحد من انتاجية الإنسان وقدرته على الاستمرار بحياته بشكل يومي. بتنتج عن هالحالة عوارض جسدية، ونتيجة هيدي العوارض الإنسان بيضل حاسس إنه الناس عم بتراقبه. فيك تقول على العالي كل شيء بيضايقنا، كل شيء بيكون عم بيعذب لنا عقلتنا، كل شيء بيكون عم بيعذب افكارنا وعم بحد من تطورنا بهالحياه، فينا نقوله على العالي. هالحمله يلي انعملت من تقريبا سنتين دكتور سلامي، اهلا وسهلا فيك دكتور وائل سلامي، اخصائي بالامراض العقليه والنفسيه واستاذ جامعي. هالحمله كمان يلي هي من ضمن هيك همك بالتوعيه الدائمه للاضطرابات العقليه، عملناها عبر شاشه الام تي في. طبعا بدنا نوجه تحيه لزميلنا المخرج جان بيير عبدايم يلي اشتغل كتير لحتى تطلع هالحملة بشكل قريب من الناس. ليه منقول فيك تقولها على العالي؟ بعده سجاي تابو، بعده هالموضوع هو ما قلنا عين نقوله على العالي وما قلنا عين نحكي فيه أصلاً. نحن اختبرنا هالموضوع هاليوم. كنت حقلك رانيا، فينا ناخد مثل كتير بسيط. نحن جربنا نتواصل مع ناس كتير تنحكي اليوم عن المشاكل النفسية اللي بيعانوا منها أو الاضطرابات النفسية، وكتير كان الخوف والخجل انه شو بدها تقول العالم، او انا اذا قلت هيك يمكن ياثر على شغلي، او اذا خبرت عن هذا الموضوع يمكن الناس تستهزئ فيي. اللي اكيد انه اليوم التابو على المنتل هيلث اخف من ما كانت، بس بعدها موجوده عالميا بعدها. يعني احنا بنعرف مش بس بلبنان، احنا دائما بنحب نقول انه الوضع هون أسوأ من محلات تانية، بس عالميا بعده في كتير وصم وفي كتير تمييز وفي كتير تنمر ضد الأشخاص اللي بيعانوا من اضطرابات النفسية. منشان هيك نحن رح نطلب اليوم من كل مشاهدينا أنه يتواصلوا معنا على 0464 إذا عندهم أي مشكلة بحبوا يقولوها على العالي. يمكن ما يقولوا اسمه، نحن كتير منحترم هيدا الموضوع، بس بالقليل يعبروا ويطلبوا المساعدة. وأكيد كل الاختصاصيين يلي رح بيكونوا معنا اليوم هن جاهزين أنه يقدموا المساعدة بشكل مجاني، بس لحتى يكونوا عم بيساعدوا قدر المستطاع هالناس. لأنه هالاضطرابات دكتور بتودي أوقات للانتحار، بتودي لأنواع من الإدمان، بتودي للإجرام. رح نحكي كمان عن هالموضوع اليوم، يعني شغلة بدها معالجة. ودايما منقول كيف حضرتك معك داء السكري أيضا، كيف بتتعالج لمرض السكري دايما وعندك هالماشين اللي معلقة فيك على طول؟ هيدا مرض مزمن، ليه بدنا نستحي نقول انه مرض؟ ودائما نحن بنقول اضطراب او مشكله او غيره، هو مرض. صح. شو الامراض الشائعه يلي بنقدر نسميها اضطراب؟ عنا اتصال، خلينا نجاوب. الو بونجور. بونجورين. عندي بنتي عمرها 15 سنه. معنا بالبيت ما بتنطق لا مع ستة ولا مع جدة ولا مع عمها، بس مع الناس بتجنن. كلهم بيقولوا عنا اسم الله شو هالبنت، بس بالبيت هي الكتنة. نعم. كل شيء ما جال يعني نعمل لها. هالبنت عمرها 15 سنة، عزينا هلا. صح. شكرا لاتصالك. رح نجرب نجاوب، وكمان بعد شوي بيكون عنا دكتور ألين الحسيني على الصف، رح بتجاوب اكثر على هالمواضيع. هي هون يمكن بفتره مراهقه او ممكن يكون في اضطراب. بالمبدا ما شكل اضطراب، لانه اذا السلوك عادي بالمجتمع وما عم بيكون في اي مشاكل اندماج واي مشاكل بالعصبيه مع الاشخاص خارج المنزل، عاده لما نحكي عن المشاكل جوا البيت هيدي بس لانه الشخص عم بيجرب يكون استقلاليته الاندبندنس تبعه، فدايما بيكون عندنا جبهه رفض ضد الشخص اللي هو صادر للقوانين والاوامر، اللي هو البي او الام بالبيت او الست والجد. شو الحلول هيك سريعا؟ اكيد هيدي ما بدها دواء، عاده هيدي اكيد دكتور ألين حسيني بتقدر تساعد بهذا الموضوع اكثر، بس عاده السايكوثيرابي بتساعد كثير، العلاج النفسي. العلاج النفسي السلوكي، لانه بتساعد بمحل معين يصلح اذا بدنا المفاهيم الخاطئه اللي عند هذا الشخص عن الاساليب اللي لازم يستخدمها اذا بدك يهين حاله اكثر. يهين على حاله. صح. اتصال بعد قبل ما نبلش بموضوعنا. الو. الو بونجور. يا هلا تفضلي. بليز بدي احكي الحكيم. تفضلي. مخصوصي. تفضلي. انا من شي سنتين لقطت فيروس ومنه كثير خطير. بس صار عندي وسواس وصار عندي قلق وعانيت منه كتير. صرت نبش على جوجل ودايما لقي الأسباب اللي بتودي لشي مش منيح، يعني ما تروحي على الأمور السلبية أكتر. مظبوط.
وحتى الحكمة يقصوا مني انه قالوا لي ليش عم بتحطي على طول الاشياء السوداء قدامك، وبعدني لهلا وهلا عم باخذ كمان سيبراليكس لاروق، بعدني لهلا عندي افكار سوداء من المستقبل شو بده يصير فيي وشو بدي اعمل. شفيتي من الفيروس؟ كيف؟ الفيروس اللي كان عندك صح؟ تقريبا انه 90% بس ممكن يرجع، بس خلص يعني حتى بالبيت عم بيعانوا مني. نعم. من هالموضوع. تمام، نحن رح نجاوب عن سؤالك ومخاوفك ضمن هالحلقة، لأنه نحن من ضمن الأمراض الشائعة هي الوسواس القهري أو حتى الوسواس المرض. صح، اضطراب الهوس الصحي. اضطراب الهوس الصحي، شو هن الأمراض اللي شائعة؟ هلا رح نجاوب أكيد بعد شوي. So, أكثر الاضطرابات اللي نحن بنشوفها هي الميجر ديبرسيف ديسوردر، اكتئاب، حالة الاكتئاب الحادة. عندنا الجنرالايزد انزايتي، حالة القلق المعممة. مختلفين عن بعضهم. ايه؟ هون نحن لازم نميز كمان. أكيد. حكيم. وبيجوا كتير مرات مع بعض، هولي من أكثر الأمراض اللي بتجي مترافقة مع بعض. شو الفرق بيناتهم؟ إذا بدنا نحكي عن حالة الاكتئاب بشكل عام، بنحكي عن عوارض موجودة صار لها ما لا يقل عن أسبوعين، بيكون عنا اضطرابات بالأكل واضطرابات بالنوم، وهيدي فيها تجسد عن زيادة نوم أو قلة نوم أو زيادة شهية على الأكل أو قلة شهية على الأكل. بيكون عنا مشاكل إلى علاقة بالتركيز، بيكون عنا بطء بالحركة أو إفراط، الواحد بيصير عنده حركة زايدة. أكترية الناس بتفكر بالديبرشن الناس بتقعد وما قلها جديدة تقوم، بس في عنا الحالات المعاكسة اللي بيصير عندهم حركة غير ما بتوصل للهدف. بيكون عنا أفكار سوداوية، مش ضروري دايما توصل للانتحار، بس نوع من اليأس. شيء حلو. صح، يأس والاستسلام. أهم عارض بالديبرشن اللي بيفرق عن الانزايتي هو اللي نحن بنسميها الانهيدونيا، أي الفقدان للذة. يعني بنسأل الواحد هواياتك، القصص اللي أنت أو أنت عادة بتنبسطي فيها. مثلا أنت إذا عادة أكتر شيء بتنبسطي فيه الطبخ، أو بتنبسطي بتحضير الحلقات، إذا بيجي نهار بتقولي ما بتنبسطي بتحضير هولي الحلقات أو حافظني بالطبخ على القد. هولي ساعة عوارض أكيد ديبرشن. نعم. لما نحكي عن الجنراليزد انزايتي، الحالة القلق المعممة، الإنسان بعده بيلتز بهواياته، بل بالعكس بيلاحظ انه بتزيد هواياته 100%، بيزيد من هالهوايات تتريحه شوي. نعم. من القلق. اضطراب القلق المعمم هي الواحد عنده أفكار كتيرة وبيضل عتلين هم أمور كتيرة. نعم. مش موضوع واحد محدد. مرات هيدا الاضطراب أو هيدي العوارض فيها تتزامن مع عوارض جسدية مثل طرقات قلب سريعة، ضيقة نفس، كمشي بالمعدة، أكيد مشاكل بالنوم. العوارض المشتركة اللي عادة بتسبب صعوبة لنفرق بين اثنين هي اضطرابات التغذية، الأكل، واضطرابات النوم والتركيز. نعم. لأنه هول العوارض موجودة بالديبرشن وموجودة بس هون بده الطبيب يعني عن جد يكون عم بيتابع. صح. هالموضوع لحتى يقدر يفرق، لأنه العلاجين مختلفين. صح. يمكن هون علاج بيكون دايم أكتر، وبالانكزايتي بيكون علاج موقت لحتى نطلع من هالأمور. رح نحكي أكيد عن العلاجات، ورح نحكي عن الوسواس القهري. صح. يلي هو تريندينج بالحكي يعني، ووسواس المرض. رح أخذ اتصال. ألو ألو، معنا اتصال. راح الاتصال. عم تلاقي اتصالاتكم على 0464 لأي سؤال حابين تطرحوه. دكتور، العلاجات هون بتختلف هيك تنقولهم سريعا، أدوية لاثنين؟ مش بالضرورة يكون أدوية. بالحالات المتقدمة أو المتوسطة المتقدمة أكيد بحاجة لدواء. بالحالات البسيطة أو المبتدئة عادة العلاج بيكون ثيرابي، فيها تكون عدة أنواع ثيرابي، وأكيد دكتور حسيني بتحكي بهذا الموضوع أكثر، لأنه كل حالة مرات بتتجاوب على cognitive behavioral، علاج سلوكي فكري، مرات بدها psychodynamic أو psychoanalytic. بس لا، مش بالضرورة أنه كل حالة اكتئاب أو حالة قلق أنه هي بحاجة للأدوية. المشكلة اللي نحن بنشوفها للأسف أنه بمجتمعاتنا أو بالأخص المجتمعات العربية أنه في رفض لمواجهة المشاكل النفسية، فنحن ما منسلط الضوء على هذه المواضيع إلا لما توصل العوارض لحالة متقدمة، وبالتالي منشوف أنه نسبة استهلاك أدوية الأعصاب والمهدئات عالية كتير بمجتمعاتنا. الأنكزايتي ممكن تتحول لديبرشن 100%؟ هي نفسها يعني، هي مثل كأنه أول مرحلة أو مش بالضبط؟
بالضروره. لا بس هن الاثنين بيولدوا بعض، لانه الانسان اللي بيكون عنده انكزايتي نتيجه القلق الزايد مثل ما قلنا بيصير في مشاكل بالتركيز، هيدي فيها تاثر على حياته الاجتماعيه. نعم. حياته المهنيه، انتاجيته، دراسته، هيدي كلها بتولد الديبرشن، لانه بيصير هو محبط وحاسس انه انا ما عم بقدر اعمل شيء نتيجه الانكزايتي تبعيتي وحياتي مهدده نتيجه هالشيء. نعم. والعكس تماما، الانسان اللي بيكون عنده ديبرشن عكس ما الناس بتفكر، هو واعي كثير على الديبرشن تبعيته. نتيجه هيدا الوعي بيصير هو عنده قلق، ليه ما عم بقدر اقوم من الفرشه؟ ليه ما عم بقدر اشتغل مثل ما كنت؟ صعب كتير. ليش ما عم بقدر أنا الشغلة اللي كانت تاخدني ساعة أعملها اليوم صار بدها 4-5 ساعات؟ ليش القصص البسيطة اللي هي مثل أني أقوم غسل إيدي أو حضر ترويقتي؟ قدي لازم ننطر دكتور؟ يعني خصوصا على الانكزايتي، على القلق والتوتر، قدي لازم ننطر قبل ما خلص نقول عن جد ضروري لازم نروح؟ يعني هي المهلة العلمية قدي؟ أسبوع، اثنين ولا أكتر؟ للديبرشن أسبوعين، للانكزايتي ثلاثة أشهر. اتصال. ألو؟ ألو بونجور. يا هلا تفضلي. عندي سؤال للدكتور. تفضلي. الموضوع بيتعلق بالسرفبي على الأولاد، يعني في حال مثلا بدهم يطلعوا برات البيت لازم يضلوا على تواصل معنا كل 5 دقائق، يتصلوا فينا كل شوي يحكونا يطمنونا عنهم، وإذا بتمرق 10 دقايق ما بيحكوا بنضلنا من البلكون لجوا، من جوا للبلكون بتضلنا ناطرين، بننزل أحيانا بننطر على كعب البيت. يعني حضرتك مع زوجيك قصدك؟ لا لا لا، مع الأولاد. مين يعني مين بيقلق؟ أنا بقلق لحالك؟ إيه بقلق لحالي. يعني ما عم بقدر أطلع من هالحالة هيدي، لازم كل 5 دقايق يتصلوا فيي يحكوني. شكرا لاتصالك. الوسواس القهري ووسواس المرض. أول شيء لازم نسأل هون، هل بالماضي كان في أي نوع من الصدمات أو الاضطرابات اللي ولدت هيدي الحالة؟ اليوم في كتير عوامل بتبرر القلق الزايد على الولاد، وهذا اللي بدنا ننتبه له رانيا. مش كل شيء بدنا نحن نحط ليبل إنه هيدا عنده مرض نفسي. بمحل معين أكيد الخوف الزايد اليوم نتيجة السرقات وقلة الأمن الموجودة والمشاكل كتير اللي عم نسمع عنها، المشاكل الاجتماعية، طبيعي الواحد بده يقلق على أولاده، ولكن مش طبيعي أنه بين كل 10 دقايق ومثلا ضل فايتين طالعين مثل ما هي عم توصفها هون، أكيد زايدة. سو أول سؤال بدنا نسأله، هل صار شيء مع أحدى الأولاد قبل أو معها هي أو مع جوزها؟ يمكن ولدت هالشيء. إذا ما صار شيء ساعتها بدنا نفوت أكثر بتحليل لنشوف إذا هل مزبوط لأي درجة فينا نصنفها كوسواس. بس قهري. مش حالة عادية يعني. لا. فينا نقول إنه لازم تتابع أكيد. وتشوف إنه أو بعلاج أو بهيك. اليوم هلا رح نحكي بعد شوي علاجات بسيطة يعني. صح. بتكون هالأمور اليومية الهينة اللي العلاقة بالتصرفات وبالحياة. شو عنا بعد اضطرابات بعد ما لحقنا نحكي عن الOCD؟ سو عنا الOCD أي الوسواس القهري، وعنا الIllness Anxiety Disorder اللي هن مترابطين ببعض، اللي هو اضطراب الهوس الصحي. الوسواس القهري هو كناية عن وجود يا أما وساوس أي أفكار متكررة غير مرغوبة ومزعجة للشخص، وهو بيعرف أنها أفكار خاطئة، ونتيجة هذه الأفكار بتولد سلوكيات الهدف منها أن تخفف وطأة القلق أو عدم الارتياح الشخص بيعاني منها. بس مش بس أنه نرتب. لا 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 أكيد. بس ترتيب أو تنظيف. لا في ناس بتكون غلط. صح. الأكثر إذا بدك الأمثال شائعة هي قصة الترتيب والنظافة. عنا OCD بعطيك أمثال من اللي بنشوفهم يوميا. أشخاص لازم بمحل معين بالصلاة يكونوا على ساعة معينة، يعني إذا وصلت الساعة للـ17 على الدقيقة الـ17 وما كانوا بمحل معين بتلاوة الصلاة بيرجعوا بيعيدوا من أول وجديد من أول جديد ليتأكدوا أنه الكلمة المحددة بتصير على الدقيقة الـ17 من الساعة. يا لطيف. هيدي من الحالات اللي كتير صعبة. عندك أشخاص تانية، عندي مريض بده يعد الشعرات السوالف لازم يكونوا 107 كل مرة. يعني عندك حالات كتير 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 متطورة. حتى كنا عم نقول أنه في تصرفات يمكن بالعلاقات عاطفية أو جنسية أكيد. ممكن تكون كمان فيها OCD. أكيد. في كتير من السلوكيات اللي منشوفها بالعلاقات الجنسية وبالعلاقات الحميمة بين الفردين إلى علاقة بالوساوس. إذا بدنا نحكي بشكل عام، أكترية الوساوس القهرية اليوم متعلقة بالأمور الدينية، الأمور الجنسية، أكثر من ما نحن منصورها قصة ترتيب وقصة نظافة وقصة عد.
هول اللي الناس ما بتستحي تحكي عنه. بأغلبية الحالات الوسواس القهري بدها دواء، ولكن الدواء لحاله نسبة النجاح تبعيته ضئيلة. دايما منشدد على أهمية الدواء بيساعد، بس الركن الأساسي بالوسواس القهري هو العلاج النفسي لنصحح الأفكار. علاج النفسي ولا البيهيفير؟ الكوجنيتيف بيهيفير، يعني السلوكي الفكري. بالكآبة الدواء بكفي؟ بحالات معينة إيه بيقدر الواحد يطلع من الكآبة. وسواس الأمراض مثل ما السيدة اللي اتصلت فينا لنجاوبها. اضطراب الهوس الصحي بيكون الـ OCD محدد على مرض معين أو حالة مرضية عند الشخص أو على أفراد مقربين، وبتخلق فجأة أكيد أو بسبب مرض. صح. يعني لو انكبر 100%، مثل ما هي عادت الإكزامبل كان مع فيروس. عادة في ثلاث أسباب، ومثل ما قلت رانيا في عنا الحملة تبع فيك تقول على العالي، إحدى الأفلام اللي عملناهم صورناهم بتبين هذا الشيء. ثلاث أسباب لاضطراب الهوس الصحي: يا أما تعرض شخصي لنوع من التحرش الجسدي بالطفولة، يا أما تشخيص خاطئ فالإنسان اليوم صار عنده شك دايم بالتشخيص الطبي، يا أما شخص مقرب أو شخص هو انصاب 100% أو انصاب بمرض وصوروا له إياه أنه هو أصعب بكتير من ما هو فعليا، فولد عنده أو ولدت عنده هيدي الوساوس الصحية. معقول تكون من الأهل أنه يضلون خيفانين يمكن إذا ولد طلعت حرارته أو غيره يقدروا يعملوا كتير فحوصات أو يمكن يروحوا فيها للماكسيمم أو شيء؟ هيدا موضوع كتير حلو ونقطة كتير مهمة رانيا. إجمالا الاضطراب الهوس الصحي كاضطراب ما بيولد عند هذا الشخص نتيجة الأوفر بروتكتيفنس تبع الأهل، ولكن يكون في شيء أقوى. صح، ولكن في هيدا السلوك عند الأهل يخلي الطفل يكون خايف أكتر وقلقان أكتر، ولكن مش لدرجة الاضطراب. دواء دواء بيساعد كتير، ولكن نرجع منقول الوساوس المشكلة تبعيتها هي فكرة خاطئة عند الشخص، فالركن الأساسي هو العلاج السلوكي الفكري. دكتور رح نتابع أكيد بالأمراض الشائعة، بس إجمالا هالأمراض تخلق فجأة من أسباب خارجية، يعني مثل ما قلنا سبب مرض أو مشاكل بالبلد مثلنا، يعني قلة الأمان أو غيره، أو شخص بيكون عنده استعداد أساسا أنه يكون هو شوي محضر يعني؟ في كتير دراسات مختلفة عن هذا الموضوع، ومن مرض لمرض أو من اضطراب لاضطراب الأبحاث بتختلف بمحل معين. أغلبية الاضطرابات النفسية اليوم إلى أساس وراثي. لما يكون عنا حدا بالعائلة، الوالد أو الوالدة، العائلة المقربة، عموم عمات، ولاد عموم ولاد عمات، في استعداد أكثر ليولد عنا هذا المرض. ولكن إذا نحن حملنا هول الجينز، إذا حياتنا اليومية كانت آمنة وإذا كان كل شيء نحن بحاجة لإله متوفر، أكترية الناس ما بتولد عندهم هذه الحالة. إذا بدك أنه نورة الحالة منا كافية لتولد عنا في الاضطرابات، يعني في سببين: الداخل الجيني والخارجي العام. حكيم رح أوصل لآخر بارت، آخر بارت ما بعرف إذا عم رتبهم مع بعضهم مظبوط، بس في عنا السيكلوتيمية اللي أوريدي حكينا عنها سوا، بيبولاريتي، الباي بولر، والسكيزوفريني، هن مظبوط بذات الكاتيجوري. بس اللي نحن بنفتكره أنه هن بيولدوا بعض أو هن بالدرجات، يعني 1-2-3 يمكن هني منفصلين عن بعضهم كليا هون. أكيد. ما بعرف. لا معك حق 100% رانيا، هني منفصلين. إذا بدنا ناخد السكيزوفرينيا، حالة الزهان هيدي لحالة، اضطراب الزهان بيكون عنا العوارض اللي هي عدم تركيز أو عدم ترابط بالأفكار، بيكون عنا هلوسات سمعية بصرية. وهون بدنا نشدد لكل المستمعين، لما نحن نحكي مع حكيم ونقول له عم بهلوس، خلينا نعرف شو يعني عم نهلوس. لأنه لما نحن نقول لطبيب أنه عم نهلوس، بدنا نروح على نوع دواء مختلف كلياً عن نحن شو منفكر معنات عم نهلوس. لأنه كتير مرات المرضى بيقولوا لي عم بهلوس، برجع بقول لهم شو يعني، بتطلع أنه فكرة عم تتكرر عندهم. هيدي أكتر إلى علاقة بالوساوس مش بالهلوسة. الهلوسة هي أنه نحن نسمع صوت أو نشوف شيء أو نشعر بشيء غيرنا منه شايفه ومنه سامعه ومش حاسس فيه. هيدي السكيزوفرينيا أكيد بدنا العوارض تكون. شو بتترافق مع عوارض؟ بيكون عنا انعزال اجتماعي، بيكون عنا مشاكل إلى علاقة بالتغذية، نسبة التدخين عند هول الأشخاص بتزيد كتير، وهيدي من العوارض الأولية اللي منشوفها. بينعزلوا، بيصيروا يجمعوا قصص تحت التخت، كياس فاضية، علب أكل فاضية، قنانة مي فاضية، بيعملوا hoarding disorder، اضطراب التجميع. هول العوارض المبكرة بتجي مرات
قبل ما تجي العوارض تبع الهلوسات. لأنه بالسكيزوفرينيا بنحكي عوارض سلبية اللي هي النيجاتيف بينعزل، والعوارض الإيجابية اللي هي البوزيتيف اللي هي بتنزاد على اللي موجود عنا. يعني نحن كلنا بنسمع بس هني بيسمعوا قصص تانية، كلنا بنقشع additional هني يعني exactly additional. مشان هيك هني البوزيتيف سيمبتومز. اوكي النيجاتيف هني كل شيء اقل. اي عمر بتبلش حكيم؟ لانه ما بنشوفه الا عند الكبار اغلبيه، لانه هيدا تاخير بالتشخيص. اجمالا السكيزوفرينيا بيبين السكيزوفرينيا عند الشباب قبل النساء، عند الشباب اي عند الرجال عاده بين عمر ال 19 وال 25 26، عند النساء عادة بين العشرين والخمسة وثلاثين. شو اللي بيكون التريجر؟ ليه بتبلش بهالعمر؟ عادة منصوب بمحل معين أكيد الستريسرز تبع الحياة والبولينج، التعرض للتنمر بتقوي هيدا الشيء. نحن بنعرف أنه الهرمون الأساسي اللي له علاقة بالسكيزوفرينيا هو الدوبامين. منسوب الدوبامين بده وقت ليخف، بهذا العمر ببلش يخف لتبين هيدي العوارض. إذن رح نعمل حكيم الباي بولر ديس اوردر، لانه كثير عم نحس انه شائع، قد ايه عن جد هو شائع ولا لا؟ وشو اللي اكثر عم بيكون، سكيزوفرينيا ولا الباي بولر؟ الباي بولر اكيد موجود اكثر من السكيزوفرينيا، بس مثل ما قلت رانيا الباي بولر صارت اليوم ترندنج. كل ما واحد كان عنده تقلبات مزاجيه بحطوا له ليبل او بحطوا له ليبل انه انت باي بولر روحي شوفي حكيم. هيديك بتروح على السايكلوثيميا ولا حتى ولا كلنا حتى. عنا اضطرابات، كلنا منطلع ومننزل. يعني نحنا ما بدنا نعمل نورماليزيشن للاضطرابات النفسية لدرجة انه كل واحد يصير عنده اضطراب نفسي. نحنا بدنا يصير عنا تطبع للاضطرابات النفسية اكيد، ما بدنا نصنفها كشي غلط وما بدنا نصنفها كشي خارج الطبيعة. بس بنفس الوقت مش كل ما واحد زعل يو ار ديبرست، مش كل ما واحد هايبر عامل مانيا، مش اذا الواحد طلع ونزل شوي المود تبعه. نحن منا خط مستقيم طبيعي مع اللي بنتعرض له بحياتنا، مرات بننزل مرات بنطلع، هي حسب قديش الطلعه وقديش النزله. هيدي اللي بتفرق بين التقلبات المزاجيه اللي طبيعيه والتقلبات المزاجيه اللي ضمن الباي بولر. الباي بولر هي كنايه. وشو الفرق عنه عن الانفصام؟ اوكي عن السكيزوفرينيا. اوكي سو السكيزوفرينيا مثل ما قلنا فيها الهلوسات، الباي بولر ما بيكون عنده هلوسات. التقلبات المزاجيه موجوده بالباي بولر، مرات بتكون موجوده بالسكيزوفرينيا، ولكن اذا كانت بتكون كثير خفيفه. التقلبات المزاجيه تبع الباي بولر بدها تضاين فتره، هيدا اكبر فرق. يعني انا اليوم يمكن المود تبعي يقلب 3-4 مرات بالنهار حسب اللي بتعرض له، مش معناتها باي بولر. الباي بولر بده يكون بحاله ماسيه، يعني حاله مرتفعه على القليله 5 ايام مينيموم، بغض النظر شو صار، عمل حادث سياره، اجى خبر وفاه حدا، هو هاي هو هاي، سمع خبر مش منيح الله يرحم هيدا الشخص بس بيكمل حياته، في انشقاق من الواقع لدرجة هيدي الهاي تبع المانيا. بس شو بتترجم هالماسية، الحالة الماسية؟ صرف زايد، قلة نوم، الشخص بيكون اجتماعي أكتر بكتير، سهر أكتر بكتير، بيكون في مخاطرة بالحياة، علاقات جنسية كتيرة، علاقات جنسية مش محمية، مخدرات، صرف مصاري بالشوبينج، السواقة السريعة السبيد درايفينج، الداون هي عوارض الاكتئاب اللي حكينا عنه. اوكي الفرق بينه وبين هون كمان بدها دواء. صح اكيد الباي بولر اوردر لازم يترافق مع علاجات. نحن بالنسبه لنا دائما بنشجع بالمراحل الاوليه يكون في سايكوثيرابي، مش لانه السايكوثيرابي بتمنعها، لانه السايكوثيرابي بتوعي المريض على اهميه الاستمرار بالدواء. نعم. ليتقبل فكره انه هيدي حاله مزمنه. انا اوقات كثير ما بيقعدوا بيقبلوا الدواء، بس بالسكيزوفرينيا اللي هي حاله انتنس مش ضروري يمكن هون اصلا قليل كثير نسبه الاستفاده من السايكلوثيميا او اضطراب المزاجيه. ايه اضطراب المزاجيه. السايكلوثيميا هي شائعه كثير، التقلبات المزاجيه هي فريكونت اكثر من الباي بولر، بتصير اكثر، حدتها أقل من الباي بولر. نعم. الطلعات أكثر من العادة بشوي بس منا لدرجة أنه عم تأذي الشخص، والنزلات أقل من الاكتئاب الحاد ومش لدرجة أنه عم تأذي الشخص ولكن عم بتعيق حياته. تتعالج بلا دواء؟ إجمالا في نسبة من الناس بتقدر، ولكن الأغلبية بدهم. الرياضة قدامهم بتساعد كتير، الرياضة لرجلجة المود ديسوردرز. بس الأفضل هون أنه بالقليل نقلع مع دواء خفيف، نترافق مع العلاجات. رح نحكي عنهم بعد شوي مع دكتور حسين. بدنا ندعيك ضل معنا دكتور سليم، بدنا نضل ناخذ رأيك كل النهار. دكتور وائل سليم اختصاصي أمراض عقلية نفسية وأستاذ جامعة، شكرا لك. بريك. فيك تقولها على العالي.
نوبات الهلع منا مميتة بالرغم من تشابه العوارض مع النوبات القلبية. فبالرغم من حدة العوارض اللي بتنتج عن نوبات الهلع إلى أنه أساسها هي اضطرابات نفسية وما إلى أي سبب عضوي.